السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. اليوم غادي نشوفو نموذج أو فكرة لمشروعي القسم من المستوى الرابع اللغة العربية. بالنسبة للوحدة الأولى، المشروع القسم اللي مقترحين يعني في الكتاب هو وصف معلمة عمرانية. يعني الفكرة اللي بغيت نقول أننا من خلال مشروع القسم نحاول نجمع مجموعة ديال التقنيات، مثلا التلميذي يبحث عن المعلومة ويحاول يقدمها بشكل من في شوية الإبداع، يعني يرسم أو لا القص أو لا الإلصاق أو لا التجسيد. هكذا أنا كنقترح عليكم الفكرة. الفكرة أنك غتخدم مجموعات، كل مجموعة تكلفها يعني معلمة عمرانية. غادي نقترح عليكم واحد الفكرة ديال يعني خص التلميذ يحاول يجسدها، يدير لها واحد التجسيد صغير ليها. نقترح لكم اليوم الفكرة ديال صومعة حسن غادي نخدمها، اللي غادي نحتاج يعني علبة على شكل مجسم، يعني على شكل متوازي المستطيلة، تقدر تكون ديال دواء، تقدر تكون ديال عطر أو لا أي شيء آخر. غادي نحتاج قلم، مسطرة، أوراق بيضاء، ونحتاج طرف من الكارتون. لأول حاجة غادي ندير هي انني غادي نقبض هاد العلبة باش يمكن لي نلونها باللون ديالها. غادي نحاول نغلفها ولصاق، نحتاج كذلك لصاق. اذا اول خطوة غادي نحاول انني نقوم بتغليف هاد العلبة بورق بواسطة الورق الابيض. الهدف من التغليف ديالها بالورق الابيض هو الرسم فوقها، وكذلك يعني تلوينها باللون الاحمر اللي معروفة به صومعة حسن. نحاول نغلفها بهذه الطريقه يعني بالطي قبل ما نستعمل، ومن بعد عاد نستعمل اللصاق لي من اجل التثبيت. هذه هي العلبه ديال الدواء من بعد ما لونتها، من بعد ما غلفتها. دابا غادي نقوم بالتلوين ديالها. يستحسن هذه العمليه في الواقع الامر ديروها قبل يعني تلونوا الورقه عاد تغلفوها، ولكن انا زربت وداك وغلفتها. اذا غادي نقوم بالتلوين ديالها، عاد غادي نرسم من فوق منها. هذه العلبة ديالنا من بعد ما غلفناها ولوناها، يجي وقت الرسم. نحاول نديرو بعد يعني لي موتيف اللي غادي يدل على انها مثلا صومعة. مثلا عندي هنا مربعات، يوجد داخلها مثلا اقواس بحال هذا الشكل. هذا نحاول نرسم فيها باش تبان ليا بانها كصومعة حسن. من بعد ما لونا وحاولت ندير غير خطوط، غادي نجيب هاد القطعه ديال الكرتون. كتشوفوا قطعه الكرتون البيضاء، انا تعمدت انني نلصق منها ورقه بيضاء. الهدف دابا تشوفوا، اولا غادي نحاول نقوم بالصاق هاد يعني الصومعه لداخل هنا بواسطه لصاق. بعد ما لصقت غادي ننتقل للاوراق البيض. غادي نحاول كل ورقه بيضاء نقسمها على ثلاثة، وناخذ مسطره غادي نحاول نحدث خطوط اللي هي بسيطه جدا بواسطه المسطره بهذه الطريقه، هذه بواسطه قلم ولا السيلو. انا غير حاولت ناخذ العرض قد المسطره باش نسهل المساله. من بعد غادي نحاول ندير خطوط بحال هكذا اللي غادي نقطع بواسطه مقص باش نحصل على هذا الشكل. يعني هادو غادي نحتفظ بهم، وهنا غادي نقطعهم بمقص اولا باليد ديالي اولا اللي بغيت. وغادي نحاول ندير بهذه الطريقه هذه، اما من هنا ولا من هنا، غادي باش نحصل على اسطوانات على هكذا ونلصق ونقطع. يمكن لك تخدمها غير بيديك، يعني هاد البارتي اللي غتبقى لي غادي نحاول نديرها بحال هكا. من بعد غادي ديرها بحال هكا وغادي نلصقها بالكولا. استعمال الكولا لصقت هكذا، وهاد الاطراف اللي بقات ليا نقوم بالطي ديالهم بحال هكذا. الغرض من هاد العمليه باش يمكن ليا نلصقهم على البلاصه، هما دوك الاعمده اللي كاينه بالخرج من صومعة حسن. انا صيبت منهم بزاف، اذا دابا غادي نلصقهم يعني في اماكن مختلفه بحال هاد الطريقه. هادي وحده هنا غادي نلصق هادو بارتو. انا غادي نكتفي بربعه اولا خمسه، ولكن شحال ما كانوا اكثر.
نهائي ديال البروجي دو كلاس ديالنا اللي حاولت نتقاسم معكم المراحل ديالو. والفكره كما قلت في اول الفيديو هي ان من خلال مشروع القسم نحاولوا يعني نمتحنوا او نقوموا مجموعه ديال المهارات، نخليو مجال التلميذ انه يبدع. الفكره اللي مازال ما قلت لكمش بان غتجيب له بحال هكا ما يعرف والو، غادي نزيد واحد البطاقه في الجانب اللي غتشوفوها هنا، غادي تكون في جانب اي حاجه، اسم المعلمه، مكانها، تاريخ تشييدها، من شيدها، ونوعها يعني الا كانت صومعه او لا مسجد او لو العلو ديالها والمميزات ديالها. نتمنى ان الفكره تكون راقت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوها مع التلاميذ. كنتسنى التعليقات ديالكم والاراء ديالكم. مازال غادي نحط ان شاء الله نماذج ديال المشاريع القسم لجميع المستويات. ف بالنسبة للناس اللي غتشوف القناة ديالي لأول مرة ما تردوش في المشاركة وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. إن شاء الله غادي نحاول نوضع ألعاب تربوية اللي يعني اللي يمكن لي منها من خلالها يعني نحفظ تلميذات أيام الأسبوع والفرنسية يعني لي جور دو لا سومان لي كولور جميع هاد الأمور هاد.